بسم الله الرحمن الرحيم. بداية احنا كنا في الشمال في عكا، خدنا تاكسي. طبعا قعدنا يومين، كانت الظروف صعبة صعبة جدا، لا قادرين نطلع ولا قادرين نيجي. تهديد في ملوث حراكنا، ممكن كان يعتدوا علينا في الحدث اللي صار. بمعجزة وصلنا عند اخواننا في قلقيلية هنا، وجينا على السكن هون، ويخلف عليهم طبعا الاخوان ما قصروا في شيء. فاول يوم ما كنا قاعدين عند اخواننا هنا، اتصلوا علي زوجتي، فبتقول لي ابنك استشهد. طبعا ابني الوحيد، ما لي غيره، معايا 4 بنات وهو. طبعا بالنسبة لي كل شيء، ابني استشهد، واخويا تصاوب، واولاد اخوتي تصاوبين، اخويا طبعا في المستشفى خطير، اولاد اخويا مخترعين كمان، اولاد عمي في منهم استشهد كمان واحد، يعني تقريبا 20 فرد من العيلة كلهم بين جريح وشهيد.